عايز اخد الدنيا ان هي سوداويه قوي يعني، والدنيا احنا عندنا بطوله افريقيا بعد وقت قليل. الراجل عنده مشاكل، عنده مشاكل كتيره جدا، عنده سوء توظيف للعيبه في الملعب، عنده سوء توظيف للعيبه في الملعب، عنده خلافات مع الجهاز المعاون، عنده خلافات مع الجهاز المعاون، واللي بينكر ده لا مش سودا خالص. امال لا مش بتكلم بجد، بس استفدنا ايه؟ عندي في دي انا بقى نتكلم في الحاجات اللي ممكن. لا بجد والله اللي نورت شويه في البطوله، انت كسبت لعيب زي فتوح بامانه من افضل اللعيبه اللي برزوا مثلا في ده صحيح. البطوله انت دايما عندك مشكله في حته بس الباك الشمال، بس فتوح موجود يعني، فتوح مش جديد بس يعني، بس ما كانش بيلعب اساسي كل المباريات اللي قبلها. وهو باك شمال منتخب مصر، هو الراجل مفيش غيره، هو الراجل كان ساعات هو لاعب مميز. طب كان ساعات يلعب ايمن اشرف، كان ساعات يلعب يجيب كريم حافظ، كان الكابتن حسام يستدعيه، كنت ساعات بتلعب عبد الشافي لو مثلا حالته كويسه. فكان عندك دايما مشكله في حته الباك الشمال عامه في مصر نفسها، في مشكله في الباك الشمال. فتوح حلله يعني، حلله القصه دي وثبت اقدامه في البطوله. على المستوى الدفاعي انا شايف ان احنا قدمنا مستوى دفاعي طوال ايام البطوله يكفي ان انت كمنتخب مصر ما دخلش فيه غير 3 اهداف بس، منهم الهدف اللي كان فيه سوء توفيق يعني من عمرو السوليه، والكره كانت معموله صعبه جدا، واي حد مكانه ما كانش يعني هيعرف يتصرف فيها اكتر من كده. فانت على المستوى الدفاعي ظهرت بشكل كويس، ولو بصيت على تشكيل المنتخب اللي بتلعب بيه عامه كاساسيين هتلاقي ان الشناوي هيلعب اساسي، اكرم هيلعب اساسي، فتوح هيلعب اساسي، الونش وحجازي ده بنسبه كبيره دول اللي هيلعبوا معاك حتى واللي قدامهم المباراه. نفس الامر لو بصيت في نص الملعب هتلاقي الموضوع مش هيخرج النني، هيرجع بس مع حمدي والسولي ومهند. على هو هيعتمد على طريقه مستر بيتس موسيماني 3-4-3، هيلعب حمدي فتحي في فضل الاثنين مدافعين كاليبر متقدم، هيبقى السولي والنني هم اللي انا بكلمك في كده. فانت هيزيد على الناس دي النني، لكن بقى كل الشق الهجومي ده اللي انت شفته في البطوله سواء زيزو او حسين فيصل او اسامه فيصل او رفعت او مش عارف كل لا هيلعب، كلنا عارفين طبعا ربنا يبعد الاصابه على اللعيبه كلها. هنلاقي صلاح ناحيه اليمين، هنلاقي عمر مرموش او تريزيجيه لو دخل فورمه ناحيه الشمال، وهنلاقي مصطفى محمد او شريف مهاجمين لمنتخب او العكس، او ان هو هيلعب خلي بالك ممكن يلعب برده مرموش راس حربه وتريزيجيه شمال لو لعب بحته اللامركزيه او خلى الناس كلها وتريزيجيه رجع فورمه بقى. هو موسيماني عمل موسيماني عمل حاله بالموضوع اللي عمله بتوع محمد فتحي، هي بتتلعب في كل حته في العالم يعني. بس عندنا في مصر ما كانش حد بقى قبل موسيماني، شوف حتى كيروش اعتمد عليها هناك في كاس العالم في مباراتين على ما اعتقد. حمدي فتحي كان بيلعب في حضن الاثنين مدافعين يا وراهم او قدامهم، وكان قدامه السوليه. تمام، انا اللي عايز اقوله بس ان الراجل يعني الدنيا مش عنده مشاكل، وفي كلام كتير وفي تصريحات ليه كانت يعني مخيبه للامال، والراجل قال حاجات صادمه بالنسبه لنا. لكن انا شايف المنظومه الدفاعيه بتاعتنا شكلها كويس. كل الماتشات اللي لعبناها يعني الماتش الوحيد بتاعي لمنتخب الجزائر عانى فيه كان الماتش بتاعنا، يعني اغلب الماتشات كان بيوصل وبيروح بيسجل في قطر هدفين، قدام تونس عمل ماتش كبير وكسب 2 معاك انت، كان الماتش عرف احنا كنا ماسكين كوره احسن حتى في الشوط الثاني. فانا مش عايز يعني اقول ان الراجل الدنيا بايظه معاه بالشكل ده، لكن هو ليه تصرفات غريبه. يعني انت بتعتمد على حسين فيصل طول البطوله، واول ما تيجي تختار قائمه بتاعت امم افريقيا اول واحد بيستبعده حسين فيصل. بتلعب شريف مره يمين ومره شمال ومره بتلعبه مهاجم ومره، والناس كلها شايفه ان شريف بقاله سنتين هداف الدوري، هو وراس حربه صريح. قفشه اللي الناس ما تختلفش عليه كواحد من افضل صانع اللعب في افريقيا دلوقتي، بتطلعه اغلب ايام البطوله بتستبعده يبقى بره مش موجود. فحاجات كلها كابتن اسلام يعني هو ده مش بيشكل ازمه نفسيه لبعض اللعيبه؟ لا انا بقول لك هو من ضمن يعني مشاكله الاختيارات او المراكز بتاعه اللعيبه. لكن انا طب ما دي كارثه. طب ما دي ما انا عارف هنا بقى يعني دور هنا المفروض انا كجهاز معاون اكلم الراجل ده واقول له خد بالك في 1 2 3 الماتشات دي مهمه جدا، لان الناس قلت لك اذا كان هناك كلام او في اتجاه على الجهاز المعاون ان هو هناك خلافات واختلافات في وجهات. هي في نقطه بس اثارت الجدل نقطه اختيار طارق حامد او استبعاد طارق حامد. ليه طارق حامد موجود او مش موجود؟ انا في كاس العرب ولا في الأربعين؟ في الأربعين او في كاس العرب. انا لما اجي احسبها ورقه وقلم طارق حامد عنده 33 سنه. لو بصيت لحمدي فتحي الاقي حمدي فتحي عنده 27 سنه، مهند الشين 25، السوليه ممكن يكون 31 سنه، بس مركزه السوليه بيلعب 8 مش بيلعب 6 اللي هو الديفندر، لا بيقولوا هجوميه اكتر، وفي وجود واحد زي النني بيلعب في ارسنال والدوري الانجليزي بخبراته ووجوده في المنتخب حاجه. فانا شايف ان الموضوع مش زي ما الناس مضخمه، لا بالعكس انا عندي حمدي فتحي من وجهه نظري دلوقتي احسن ديفندر موجود في مصر. لو هتتكلم بنفس المنطق ده طب ما هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني. عبد الله السعيد لحد دلوقتي مش عليه طارق حامد. طارق عنده خبرات الحقيقه كبيره جدا. بس ثواني بس انا عايز اكمل كلامي. انا ما طارق حامد تاخده في ال40 تاخده ال40 وبعد كده تستبعده. انا اتفهم دي لا 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 لكن ثواني بس
واحد بقاله انا فترة. انا عبد الله السعيد في الحته دي هو وقفشه بس، لكن انا بتكلم في مركز ابراهيم عادل بيلعب نفس المكان. لا طب ما انت واخد مهند لاشين، تاخد طارق حامد ولا مهند لاشين؟ انا وجهه نظري مهند لاشين، لما تشوف ارقام مهند وتشوف شغل مهند 6 و8 لا لعيب جامد وسنه صغير وهيفرق معايا. انا ما ببص لها مثلا طارق حامد كان موجود في ماتش الاهلي صغير بتاع 5. انا منتخب يا محمد، بس ما ينفعش انا مش هاخد سنه صغير واربي لعيب، انا باخد اللاعب الجاهز اللي ينفذ لي في المرحله دي. اسمع مني انا وجهه نظري ايه وقول لي صح ولا غلط. طارق حامد مثلا كان موجود في ماتش الاهلي زمان بتاع 5، هات الاجوان بتاعه الاهلي او الخمس اهداف بتوع الاهلي اتفرج عليهم، هتلاقيها كلهم من الحته اللي هي المفروض بيبقى شغل الهاف ديفندر. ماشي، هات ماتش الزمالك ما ينفعش تشيله ماتش طارق حامد ده فريق. هات ماتش الزمالك والبنك الاهلي، شوف الهدف بتاع البنك الاهلي خطا ايه. هات ماتشات قيس على ذلك بقى من اول الموسم، في لعيبه عامل السن بيأثر فيها كابتن اسلام. انا مش بتكلم عشان اهلي او زمالك، انا بتكلم عملي او شغل احنا ناس بتوع كوره. في لعيبه مستواها بيقل، وفي نفس الوقت انا عندي في المركز ده لعيبه يعني بيأدوا مستوى هجوميا ودفاعيا كويس. مثلا واحد زي حمدي فتحي هجوميا دفاعيا تسديد بيلعب براسه كويس جدا، بيكمل جوه منطقه الجزاء كويس جدا. الكلام انت بتقوله ده هي في الاخر هي وجهات نظر كل واحد لو